الأستاذ مختار منير المحامي. أستاذ مختار، كنت أسأل قبل أن ينضم إلينا الشقيق الأستاذ أحمد المفرج أو المحكوم ببراءته عن الصحفيين الآخرين الذين لا يزالون في السجون المصرية، كيف سيتم التعامل مع قضيتهم؟ هل هناك أرقام تحصر حالاتهم، التهم الموجهة لهم وغيرها من المعلومات المتعلقة بحبسهم؟ طبيعي، يعني احنا عندنا طبعا في ظل دولة ما فيهاش شفافية للمعلومات وما عندناش مصارحة من النيابة العامة ولا الجهاز المعلومات في الدولة بعدد المقبوض عليهم في الأساس علشان نقدر نصنف الطلاب من الصحفيين من المتظاهرين أو معتقل الرأي. احنا ما عندناش شفافية في الدولة في النقطة دي، بس احنا عندنا حصر بعدد من الصحفيين ويتعدى العشرات من الصحفيين المحبوسين أو المصورين. عندنا أمثال صارخة زي شو كان أكتر من سنتين حبس احتياطي، دخل على سنتين حبس احتياطي. عندنا سمر وعندنا أسماء كتيرة محبوسين احتياطي على ذمة قضايا. طبعا احنا عندنا نظام بيتعامل مع الفكرة دي أو الداخلية بتتعامل مع المصور الصحفي إن هو متظاهر أو مجرم أو بينشر أخبار تمس الأمن العام والأمن القومي، وبيحبس على ذمة القضايا دي فترات طويلة من الحبس الاحتياطي. ولكن احنا عايزين نوصل لنقطة معينة ان هو لو الدوله مش عايزه ان يبقى في حريه اعلام، ان هي تغلق بقى كل الشاشات وكل الجرايد وكل المواقع الالكترونيه، ونبقى عندنا جهاز معنوي للدوله هي اللي بتنشر الاخبار اللي هي عايزاها. وطبعا ده لا يرتقي ان يكون في دوله محترمه زي مصر ولها مكانه في الوطن العربي وفي العالم ان هي ما بقاش فيها حريه اعلام متاحه للجميع، وان يبقى فيها حريه راي، وان الصحفيين والمصورين يقدروا يشوفوا كل حاجة من جميع الزوايا بكل أريحية، ما يبقاش تحت ضغوط أمنية وضغوط سياسية عليهم طول الوقت. يعني أنا شايف إن حكم النهاردة هو حكم أنا بسمي فيه البراءة، ولكن في نفس الوقت زي ما أنا بسمي البراءة في الحكم البراءة المصور الصحفي، فأنا بطالب إن النيابة العامة تنظر لهذا الحكم بعين جدية، بأن هو المصور الصحفي في نهاية المطاف سينتهي به الامر ان هو يحصل على البراءه، حيث ان المحكمه لن تستند على اتهامات باطله وكاذبه وملفقه طبقا لتحريات امن وطني او طبقا لتحريات مباحث او محاضر شرطه. معلش استاذ مختار، انا اريد ان اعود بك الى نقطه متعلقه بالاجراءات والمفاهيم. حضرتك تفضلت انه البنات حكم عليهم سنه وكانوا في ظل الحبس الاحتياطي مدة سنة ونصف، يعني الآن سيفرج عنهم؟ هو البنات مخلى سبيل، يعني البنات من جلستين فاتوا والقاضي ارتاع ان هم مش مدانين، يعني او ان هم يجب الاخلاء سبيلهم، فتم اخلاء سبيلهم من جلستين ماضيين وهم مطلق سراحهم الآن. المشكلة بقى للبنات هي فعلا الفكرة نفسها الغريبة واللي هي مطلوبة على عدم بصريتها أكثر من مرة، ولكن المحاكم المصرية ما تخش بعدم بصريتها فيها، وهي فترات المراقبة. احنا بنشوف ان المراقبه نفسها انتهاك لحق الانسان، ان انت يبقى في شخص حكم عليه ونفذ عقوبه الحكم نفسه، سواء كان الحكم ده مرضي لينا او مش مرضي لينا، ولكن احنا نترك بقى حريه الشخص ده في ايد الداخليه ان هي تتحكم فيه اكتر من 12 ساعه، من 6 مساء ل 6 صباحا، فتره مش بسيطه. في الفترة دي ممكن ينكل بيه أو ممكن يتم يعني معاملته بطريقة غير إنسانية وغير أدمية، خصوصا إن الشخص اللي بينفذ عليه المراقبة ده هو شخص سياسي في الأول وفي الآخر من وجهة نظر أو من منظور الجهات الأمنية، فإذا لن يتعاملوا معاه برحمة ولن يتعاملوا معاه بطريقة لائقة يعني. نعم، شكرا جزيلا على هذه المعلومات. تريد أن تضيف شيئا أستاذ مختار؟ يعني انا بطالب بشكل واضح ان الدوله لازم تراجع حساباتها بخصوص الصحفيين المحبوسين وبخصوص الطلاب اللي بيضيع مستقبلهم وبخصوص الاحكام الجائره اللي يعني بتحصل من بعض دوائر الجنايات الارهاب الموجوده حاليا واللي بتحاكم معظم الشباب، وان لازم يبقى في فعاليه لتطبيق مبدا العداله والقانون والمساواه. نعم، شكرا جزيلا على هذا التوضيح وهذه المعلومات أستاذ مختار منير المحامي في مركز حرية الفكر والتعبير، ومحامي أحمد جمال زيادة في القضية.